احنا عندنا خطوة اللي هي العشق، والعشق دي اللي هي حالة المبالغة الشديدة جدا في وصف المشاعر ووصف الإحساس بيها، وبيبقى فيها دراماتيك سيمبتومز كده. يعني لسه حضرتك قبل الفاصل كنت بتكلميني عن أحد الكتب وتقولي لي إزاي كاتب يعني موجوع جدا ومتألم جدا، ده اللي بيسموه عشق. عشق ده يعني ايه؟ يعني بيبقى شايف ان هي يعني الملهمه الوحيده، بيبقى شايف ان هي الدنيا واللي ما فيها، بيبقى شايف لا بيبقى شايف ان هي الموتيف. كل بني ادم في حياتنا عنده حاجه اسمها موتيفيشن استراتيجي، اللي هي ايه الحاجه اللي بتحركه. فهو اللي بيعشق ده بيشوف الشخص اللي قدامه اللي هو معشوقه مبسوط، هو يتبسط، مرتاح، هو يستريح، شبعان، هو ما ياكلش، اسمه عشق. ده اعلى من الحب بكتير. التعلق المرضي ان العشق ده يصل لحاله كبيره جدا من السيطره على الشخص. والتعلق المرضي او التعلق العاطفي الشديد اسمه العلمي اللاف اوبسيشن. يعني ايه لاف اوبسيشن؟ يعني وسواس الحب. وسواس الحب هو فكره تسيطر على الشخص ولا يستطيع التخلص منها، وتعطل الشخص ولا يستطيع الانجاز معاها، وتتكرر في عقل الشخص ولا يستطيع إيقافها. تاني، فكرة تسيطر على الشخص ولا يستطيع التخلص منها، تعطل الشخص ما يقدرش ينجز ولا ينتج معاها، وتتكرر في عقل الشخص ولا يستطيع إيقافها. إذا ما لقينا شخص بيفكر في شخص تاني بالنمط ده، فكرة متكررة في عقله، مسيطرة على عقله، معطلة لعقله، هو متعلق بيه بدرجة مرضية ويعاني من وسواس الحب.